انهيار ايمي سمير غانم في دفنة والدة الفنان حسن الرداد. تعليق يقطع القلب من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدة حسن الرداد. رامي رضوان يعزي حسن الرداد بعد وفاة والدته. حسن الرداد يبكي بعد وفاة والدته ويعلق راحت اعز الناس. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل لهذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب الفنان حسن الرداد ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنان حسن الرداد. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه اول باول. ايمي سمير غانم تاني والدة حسن الرداد، هيوحشني حبك ليا وبوستك كل يوم الصبح. نعت النجمة ايمي سمير غانم وفاة حماتها ووالدة الزوجة النجم الكبير حسن الرداد، حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات انستجرام قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي، حماتي وصاحبتي، وتابعت: هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح. فادي الرداد: يا أعظم أم وأحن قلب، طول عمرك في ظهري واقفة في صفي علشان حبيتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك واشوفك في الجنه واحضنك، بحبك. واعلن الفنان حسن الرداد وفاه والدته عبر صفحته الرسميه بموقع فيسبوك قائلا: توفيت الى رحمه الله تعالى احن واطيب ام في الدنيا السيده فاديه الرداد، مع السلامه يا اغلى واطيب ام في الدنيا، سلمي ليا على بابا وفادي، ان شاء الله نجتمع كلنا في الجنه يا رب، انا لله وانا اليه راجعون. ومن ناحيه اخرى تعقد النجم الكبير حسن الرداد على بطوله فيلم تحت تهديد السلاح بعد انسحاب الفنانه هاني سلامه لاسباب غير واضحه، كما تم التعاقد مع الفنانه مي عمر على دور البطوله النسائيه، كما سيتم التعاقد مع ابطال جدد خلال الفتره المقبله استعدادا لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل منذ العدل في معاينه اماكن التصوير وترشيح اسماء من النجوم للمشاركه في الفيلم بجانب حسن الرداد، والعمل من تاليف ايمن بهجت قمر. وكان اخر اعمال حسن الرداد في السينما فيلم توأم روحي، وشاركته في بطوله العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة ابن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتأليف أمان التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن. ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع. ووفاة والدة حسن الرداد والفنان ينعيها: مع السلامة يا أغلى وأطيب أم. توفيت منذ قليل والدة الفنان حسن الرداد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفنان بموقع فيسبوك صورة تجمعه بوالدته وكتب منشورا قائلا: توفيت لرحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا. حيث تعاقد الفنان حسن الرداد على بطولة فيلم، كما وصل مخرج العمل منذ العدل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الفنان الكبير حسن الرداد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. كان آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم توأم روحي. دنيا سمير غانم تاني والدة حسن الرداد: هتوحشينا قوي. نعت الفنانة دنيا سمير غانم والدة الفنان حسن الرداد التي رحلت قبل قليل بعد صراع مع المرض، ونشرت دنيا صورة تجمعها بحسن الرداد ووالدته إلى جانب والدتها وشقيقتها إيمي عبر حسابها على انستغرام، وعلقت: البقاء لله وحده، ووالدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد، ربنا يرحمها ويصبر كل عيلتها وحبايبها، هتوحشينا قوي، البقاء لله، حسن ونبال حبايبي، ربنا يصبركم يا رب، نسألكم الفتحة والدعاء. وكان الفنان حسن الرداد كان قد أعلن قبل قليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ووفاة والدته بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر. ويذكر أن والدة الفنان حسن الرداد تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر المادية وتم نقلها للمستشفى أكثر من مرة. رامي رضوان يعزي حسن الرداد في وفاة والدته. قدم الإعلامي رامي رضوان العزاء للفنان حسن الرداد في وفاة والدته التي رحلت عن الحياة منذ قليل، ونشر رامي رضوان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تظهر فيها الراحلة، وأيضا الفنانة دنيا سمير غانم زوجة رامي رضوان ومعهم الفنان الكبير حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم. وعلق رامي قائلا: خالص التعازي لأخويا وحبيبي حسن الرداد في وفاة الغالية والدته، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة، وألهم زويها الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون، اقرأوا الفاتحة لها والدعاء لها. وكان الفنان الكبير حسن الرداد قد أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدته قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد. ووداع محزن من فيفي عبده لوالدة حسن الرداد. نعت الفنانة فيفي عبده والدة الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، وفاة والدة الفنان حسن الرداد، بجد حزنت من قلبي، أنا عارفة غلاوتها عندك قد إيه يا حسن، أنت وإيمي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، وربنا يصبركم يا رب، البقاء لله وحده. وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر صفحته الرسمية وقال: البقاء لله، توفيت أحن وأطيب أم. تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد بعد صلاة الظهر بمدافن العائلة. قرر الفنان حسن الرداد تشييع جثمان والدته وإقامة صلاة الجنازة بمسقط رأسها بمدينة دمياط ودفنها هناك بمقابر العائلة، ومن المقرر مغادرة جثمان من المستشفى بعد شروق الشمس للحاق بأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر. وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة له مع والدته في أثناء أداء العمرة في الأراضي المقدسة، وقال في منشوره: توفيت إلى رحمة الله أحن وأطيب أم.
ووفاة الفنان هادي الجار متأثرا بكورونا عن عمر يناهز 71 عام. توفي منذ قليل الفنان الكبير هادي الجار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عام. ومن المقرر تشييع جثمانه ودفنه بعد صلاة الظهر بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. كان الفنان هادي الجار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام المقبلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا ومضاعفة من حالته المرضية وإجراء عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية. يذكر أن الفنان الكبير هادي الجار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. بعد وفاته متأثرا بكورونا، أشرف زكي يعلن موعد دفن الفنان هادي الجار. قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية إن الفنان هادي الجار توفى بمستشفى الهرم حيث كان يعاني من فيروس كورونا وحالته الصحية غير مستقرة. وأوضح أشرف زكي في تصريحات خاصة للمصري اليوم إنه كان يعاني من مشاكل صحية أخرى بالإضافة لفيروس كورونا. وأضاف أشرف زكي إنه سيتم دفن الفنان الراحل صباح اليوم في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. حارب فيروس كورونا لمحلفه النصر هادي الجار ترك أكثر من 200 عمل فني. غياب الموت الفنان القدير هادي الجار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا مسيرة فنية ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما. تلك الأعمال التي تتخطى 200 عمل هو الفنان القدير الذي ذاع صيته بعد مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين، وله علامات مميزة في مسلسل المال والبنون، الراية البيضة، وأبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان، وأفلام ثم تشرق الشمس عام 1971، واحترس عصابة النساء عام 1986، ورحلة المشاغبين عام 1988، إضافة إلى العديد من الأعمال الحديثة. فهو شريك نجاح لكثير من النجوم، ولكن حالته الصحية كانت أثرت عليه بشكل كبير. وكان الفنان الكبير هادي الجار قد انضم في وقت سابق لمسلسل الاختيار 2 من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي أتمنى منكم الدعاء لوالدة الفنان حسن الرداد في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغط لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.